ايه اساسي عندك في عيد الاضحى؟ انا هنذبح بقى على اخواتي وعلى اصحابي كده. ايه الحاجات اللي انت دايما متعود ان انت تعملها في العيد الكبير؟ اخرج انا واصحابي يعني كده يعني. وبالنسبه للحمه مأخبارها معاك ايه؟ نذبح برضه نصيب بيها. لمه العيله في البدايه كده في اول يوم العيله كلها متجمعه على مائده الغداء وكده، جو لذيذ يعني. الحاجات اللي بتحب دايما تعملها في العيد الكبير؟ اهم حاجه الصلاه والتحيه. فرحانه بالعيد وسعيده بيه وبلتزم في صلاه العيد والتحيه طبعا، ولازم نعيد على اهالينا عشان صله الرحم.